السلام عليكم شيخ، مبروك عليكم التأهل. صار لحنا من قناة الهدف. شيخ سؤالي يعني كيفاش لقيتوا الفريق الوطني الجزائري؟ ما تخيلكم تقييمكم لهذا الفريق؟ هل كنتم متوقعون انكم تفوزوا يعني نتيجة 3-0 نظرا يعني للضغط الجماهيري اللي عانى منه فريقكم؟ شكرا. انا تنفضل نتكلم على الاداء ديال المنتخب ديالنا في المباراه وما قمنا به، الامكانيات الجيده اللي ادرناها، استعداد عمليه تدبير المباراه من طرف اللاعبين، والاستعداد الجيد ايضا خلال البطوله. التقييم ديال المنتخب الجزائري تيبقى من اختصاص الجهاز الفني والاداره الوطنيه الجزائريه، ولكن انا تنطلب فقط انه نكونوا شويه رحماء بهذه الفئه السنيه، لانهم لاعبين صغار السن، باقي المستقبل امامهم. يعني هي هزيمه شويه صعيبه في هذه الظرفيه، ولكن خاص تتم حمايه هاد الاطفال هادو، باش لان لو بوتونسييل كاين، انما ربما لا بيرفورمانس ما تتكونش واحد المرحله السنيه، فخاص الانسان يتأنى وهو تيحاكم لاعبين في سن 15 و16 سنه.